قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، أكد الرئيس السيسي أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية، حيث كان مولده إحياء للإنسانية وتكريما لها. نجتمع اليوم لنحتفل والأمة الإسلامية بذكرى ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، هذا اليوم المبارك الذي أذن الله تعالى فيه لشمس الهداية النبوية أن تشرف على الدنيا بمولده صلى الله عليه وسلم. ويطيب لي في هذه المناسبة العطرة أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الشعب المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات. السيدات والسادة، إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية، إذ كان مولده صلوات الله وسلامه عليه إحياء للإنسانية وتكريما لها.